أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، وإليكم الآن النشرة الجوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله تستمر درجات الحرارة بالارتفاع، ورح تكون الأجواء بإذن الله دافئة وحارة في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك بسبب اندفاع كتلة هوائية دافئة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية. رح نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة نهارا في العاصمة الرياض لنهار اليوم الثلاثاء، 31 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 24% وسرعة الرياح معتدلة 14 كيلومتر في الساعة. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لنهار اليوم الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة، وكالعادة نبدأها شمالا مع سكاكا، 31 نهارا 20 ليلا وغبار خفيف، عرعر 30 نهارا 18 ليلا، وتبوك أيضا غبار خفيف نهارا 33 وبتسجل بالليل 19 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية، المدينة المنورة نهارا 37 25 ليلا، جدة 31 نهارا 28 ليلا وأجواء مشمسة، مكة المكرمة 39 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 26 درجة مئوية، الطائف 30 نهارا وبتنخفض بالليل ل 20 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 27 نهارا 15 ليلا، واحتمالية الهطول زخات من الأمطار رح تكون رعدية، والباحة 27 نهارا 16 ليلا أيضا هناك احتمالية لهطول زخات من الأمطار أيضا رح تكون رعدية، وجازان 35 نهارا أجواء صافية ومشمسة وبتنخفض ليلا 28 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 30 نهارا وغبار خفيف 22 ليلا، كل من الإحساء وحفر الباطن درجات حرارة متقاربة 31 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 20 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة بإذن الله. ننتقل أخيرا إلى المناطق الوسطى والعاصمة الرياض نهارا 31 ليلا 22 وأجواء غالبا صافية، كل من بريدة وحائل درجات حرارة متقاربة جدا نهارا 31 درجة مئوية، أما ليلا بتنخفض ل 18 درجة مئوية. متابعينا تابعونا في تفاصيل نشراتنا القادمة، وإلى اللقاء.